الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الآن أضع بين أيديكم حقيقة دقيقة من علامات قبول الصيام والقيام. ألا تسأل: يا ترى هل قبل صيامي أم عملي؟ هل قبل قيامي في رمضان؟ ألا ينبغي أن تسأل ما علامة القبول؟ من علامات القبول قبول الصيام والقيام أن يكون حال العبد بعد الصيام أفضل من حاله قبل الصيام. إذا في تبدل بعباداتك، بمعاملاتك، باستقامتك بعد رمضان عنه قبل رمضان، فاعلم علم اليقين أن الله قبل صيامك. وإذا عدت إلى ما كنت عليه فاعلم علم اليقين أن الله لم يقبل صيامك. التوبة النصوح ينبغي أن نرعاها بعد رمضان من جميع الذنوب والآثام. العزم على أن يكون حالنا بعد رمضان أفضل من حالنا قبل رمضان. فقد خاب وخسر من عرف ربه في رمضان وجهله في بقية شهور العام. شيء آخر من علامات القبول أن يغلب على المرء خوفه من الله من عدم القبول. فقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: كان أصحاب النبي لقبول العمل أشد اهتماماً منهم بالعمل. العبرة أن يقبله الله. إذا في عندك قلق مقدس حول قبول عملك فأنت ممن فاز برمضان. العبرة القبول، لذلك قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. أيها الإخوة الكرام، وشيء أخير ينبغي أن نشكر الله أن صمنا رمضان وقمنا رمضان ووفقنا إلى الصيام والقيام. فقد حرم من هذا العمل العظيم خلق كثير من المسلمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.